طبعا ما ينفعش يكون كابتن فتحي نصير بعد التتويج بكاس مصر طبعا وبطوله دوري ابطال افريقيا من غير ما نساله عن شعورك، ازاي تابعت الفرحه ديت بعد 7 سنين عجاف صحيح بس الحمد لله التسعه تتحقق؟ يعني رغم 2020 يعني من نقول من أسوأ السنين اللي مرت بينا او مرت بينا يمكن شخصيا، لكن الثلاثيه زي ما فرحتكم فرحتني واسعدتني، وكان عندي ثقه في الله وفي اللعيبه ان مش هيخذلوا جمهورهم ولا ادارتهم. دي انا هتقول لي طب انت خدتها ازاي من الاساس ايه؟ اللي انا شفته يعني يمكن حاجه كابتن هاني، اما تلاقي رئيس مجلس اداره النادي مع الفرقه وبيتابع دون تدخل، الملاحظ المحب للفرقه ودايما مع الفرقه ويسافر معاهم زي الجمهور وعايش معاهم ومتقمص او عايش دور يعني ايه الراهب للفرقه دي، عايش معاهم على طول ال 24 ساعه، وينتقل ده الاحساس للعيبه، هيحسوا اهميه هذه المباريات اللي اتلعبت سواء نهائي افريقيا او نهائي كاس مصر او السوبر ان شاء الله اللي قادم ان شاء الله، ايا كان موقعه في اي حته في العالم، لان ملعب كره القدم هو واحد مظبوط، واحنا 11 هيلعبوا 11 و11 النادي الاهلي معروفين اي 11 لابسين فانلات الحمراء او لابسين فانلات النادي الاهلي هم دولت الزي بتوع النادي الاهلي اللي بيقدروا يمثلونا ويقدروا انهم يعني يشرفوا الكره المصريه ويشرفوا جمهور النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي ويسعدوا الجماهير. اكيد اكيد اكيد.